عمر بلدي برعاية سينا كولا بتاعة المصريين. مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم معانا النهارده حلقه جديده بنكون فيها معاكم على الهواء مباشره على شاشه الفضائيه المصريه وهعمر بلدي. الفن بيرى البعض المتعه والترفيه والبهجه، البعض الاخر بيراه بصوره مختلفه وصوره اشمل، وهو حاله من حالات الدعم الفكري، وبالإضافة طبعاً لحالة من حالات الفن والمتعة أيضاً، ولكن الشكل الأعم للفن والشكل اللي بالفعل جعل مصر في فترة كبيرة كانت في مصاف الأوائل في هذه في هذا المجال. يمكن دايماً بنقول على الفن إنه هو القوة الناعمة لأي مجتمع، ثقافة وطن وحضارة وطن. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنا محتاج ظهير فكري، والظهير الفكري ده هو الفن، قد إيه ممكن يغير من وعي الشعوب. النهاردة هنحاول مع بعض أننا نعمل نوع من أنواع التزاوج والمزج ما بين القوة الناعمة والقوة المادية، قد إيه نقدر من بهذه التزاوج يعني نقدر نغير حاجات كتير. اسمحوا لي ارحب بضيوفي النهارده، معايا نقيب الموسيقيين الفنان ايمان البحر درويش. مساء الخير. مساء النور. وانت ايه يا فندم؟ وانت ايه؟ ودايما بينورني النهارده المهندس مصطفى الامام، رئيس مجلس اداره شركه سينيكولا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ ايمان. اهلا وسهلا. وانت طيب؟ وانت طيب. الاول عايزين نبارك لك في البدايه. الله يبارك فيك. الحق لاصحابه مره ثانيه. هو والله انا دايما بقول ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدره، هو سبحانه وتعالى بيشاء الوقت المناسب. طبعا الفتره الاولى كان احنا احكام القضاء الاداري صادره من سنه 2012، بس كان معالي وزير الداخليه، والداخليه كانت بتواجه ارهاب شديد جدا. فعندما يكون هناك مواجهه من الداخليه ضد هذا الارهاب ما ينفعش تطلبي حاجه شخصيه بيكي. فحتى بعت معالي الوزير الداخلية قلت له يا فندم أنا متنازل عن أي شيء مهما كان، طالما الداخلية بتواجه هذا أنا معاكم، ومش ممكن حابب أثقل عليكم في شيء آخر. فلله الحمد، يعني الحمد لله كل الأمور ابتدت تستقر شوية في مصر، وأعتقد هيبقى احترام القانون وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء هتكون واجبة، ولن يستطيع أحد أن يحاول أن هو يخترق. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الفترة اللي جاية أنت عايز تقدم إيه بقى للفن؟ أنا عارفة أن في صالون أنا عايز أتكلم عليه، ولكن بالتفصيل لأني أكيد هيشترك فيه معانا المهندس مصطفى. لكن أنت شايف الفترة اللي جاية، يعني احنا كلنا حسينا بقد ايه الفن في مرحلة، يعني بعد حتى 30/6 كنا بنسترجع حتى الاغاني الوطنية. دايما بترجع لما قدمه العظماء من قبل. ما عندكيش نماذج لها، يعني الصورة دي كانت مكسرة الدنيا. لا عندك حاجة كتير. شوفي لما كنت تنزلي ميدان كنت تسمعي مين، هتعرفي من هو الذي قدم الفن الذي يستحق الناس تغنيه بعد كل هذه السنين. فانا شايف ان الموضوع، يعني يمكن باشمهندس مصطفى موجود، موضوع الدعم المادي انك ممكن تقدمي شكل من الغناء بصوره مش جميله فلا يتقبله الناس. فاذا كان هناك قيمه وتجد دعما ماديا يقدم بشكل يبهر الناس، فيبقى انت حققتي المعادله الصعبه اللي هو القيمه مع النجاح الذي يبهر الناس. واذا لم تحقق هذه المعادله فتجدي ان التافه يجمل ويبقى عظيم جدا جدا جدا، لانه معايا مع دعم مادي، مع دعم يظهره بشكل فخم جدا جدا. واعتقد يعني احنا عندنا نموذج سيادة الرئيس، يعني نموذج انا شايفه نموذج فيه جرأه شديده جدا جدا، بدايه من 30/6 والقرار الذي تحدى به اعتى دول العالم، وعندنا القرار الاخير بتاع رفع الدعم. يعني انا خوفا، انا بحب سيادة الرئيس جدا وعندي مواقفي موجوده مثبته، يعني فتلاقيني ببقى خايف البرلمان اللي جاي برلمان ممكن ان يعيق سياده الرئيس عن كل ما يحلم به لهذا البلد، لان البرلمان قد يرفض الحكومه الاولى والحكومه الثانيه وقد يسحب الثقه من الرئيس. فبالتالي خوفك على هذا الرجل يجعلك تبقى انت التوقيت، هل التوقيت كان مناسب ولا مش مناسب؟ لكن في النهايه تجد هو اخذ القرار اللي هو كان شايفه صائب. الطبيعي اللي انت كنا بنسمعه دايما ان الرئيس ياتي فيلغي قرار الحكومه فالناس تسقف ان الرئيس عمل كده، ولكن هذا الرجل لا يطلب الا رضا الله بسخط الناس زي ما بيقول.
هذا الرجل عنده 4 سنوات يجب أن يحقق فيها إنجازا لمصر. هذه ال4 سنوات دول أول خطوة لازم تعمل هذه الخطوة، مش مهم شعبية، مش مهم برلمان، لكن أنا مسؤول أمام الله قبل ما أكون أمام الناس أن أنا يجب أن أرفع هذا البلد إلى المستوى الذي يجعل الناس تشعر أنني حققت شيء. بالضبط. وزي اليونان حصل فيها كده. اليونان كان فيها 4 سنوات بقى عندها فائض بعد 4 سنوات. يعني صحيح كان في دعم من الاتحاد الاوروبي وقرار سياسي. لا انت عندك قرار كان يجب ان يتخذ من 50 سنة، مش من 3 سنين، ان هذا الدعم يجب ان يذهب الى مستحقيه. قال لك احنا في حرب، وفعلا احنا كلنا لازم نكون مع بعض عشان نقدر نخلي البلد تخرج من عنق الظلمات. مهندس مصطفى يعني يعني بيحب الفن وبيدعم الفن، وهو كان يعني اول ما عرف ان حضرتك معانا وشايف ان هو يعني لازم هيبقى فيه اكيد تعاون. احنا بنتكلم عن نقابه الموسيقيين، ومهندس مصطفى له يعني باع طويل في الموضوع ده. اتحاد الفنانين اتحاد الفنانين عموما، اتحاد النقابات الفنيه مع الاستاذ هاني مهنا طبعا. ف يعني الاستاذ ايمان طبعا اولا انا ببارك لك. الله يبارك فيك. وانت صوره مشرفه لمصر، وصوره مشرفه مش النهارده، على مر العصور وكل الاجيال. الله يكرمك. والشعب المصري بكل طوائفه بيعشق فنه وموسيقاته. اشكرك يا حبيبي. والكاركتر يعني شكله مننا، واحد مننا يعني. ربنا يبارك له ويوفقه ويعينه في المرحله الجايه. واحنا طبعا بالنسبه لمصر في المرحله الجايه محتاجه الناس اللي هم يحبوا البلد ويخافوا عليها ويرضوا بظروفها ويتقبلوها علشان نقدر نعدي المرحلة الجاية في أمان وفي سلام. العلاقة ما بين الفن وما بين الدعم للفن، ما فيش مجال في مصر حاليا مش محتاج دعم مادي، ولازم كل الجهات تصل وتعرف كويس قوي ان الدولة وخزينتها مش جاهزة. لازم احنا نقف مع اي جهة حكومية او اي مجال، لازم احنا كرجال اعمال، ولازم احنا كمصنعين، ولازم احنا كمصريين لا يقل دورنا عنهم في نفس المجال. هم كل بفنهم وبمجالهم وبابداعهم وبفكرهم، واحنا بدعمنا ليهم لازم نبقى احنا الاثنين واحد. احنا ما نبقاش ظاهرين لان احنا مش فنانين ولا احنا بتوع فن، ولكن احنا لازم ندعم الناس دي. الناس دي محتاجة لدعم، ولازم احنا نعترف على ان مش كل حاجة الدولة تعملها، لان الدولة حاليا محتاجة لدعم. فلازم احنا نقف جنبيهم ونشوفهم عايزين ايه، وعلى قد طاقتنا وعلى قد استيعابنا هم يستوعبونا في نفس الوقت. مش لازم يقسوا علينا بطلبات، واحنا في نفس الوقت لازم نفهم ان احنا لازم نقف جنبهم. ما نقولش لا الدولة هي اللي توقف والدولة هي اللي تعمل والدولة هي اللي تعمل، علشان نوصل مصر لصورتها الجميلة اللي هي من المفروض تكون فيها، ونوصلها للمكانة الحقيقية بتاعتها اللي العالم كله بيشوف مصر من خلالها. العالم بيشوف مصر من عيون الفن مش من عين حاجة تانية. ممكن فنان يعرف العالم كله ان في دولة اسمها مصر بفنها برقيها. والأستاذ إيمان قبل الحلقة قال ان العالم كله كان بيجي مصر عشان يسمع الفنانين، علشان يسمع فلان ويسمع فلان، والحفلات اللي بتقام كانوا يقطعوا تذاكر، وكان نوع من انواع السياحة اللي النهاردة احنا افتقدناها موجودة حاليا. النهاردة السوق مليان مش بالفن اللي هو يشرف اسم مصر، ولكن اكل العيش ده الحقيقه اللي موجوده. وزي ما بتتكلمي على الفن انت بتتكلمي في مجالات تانية كتير مش مجال الفن بس. انتوا برضو يعني زي ما بنتكلم بنقول دوركم مهم في دعم الفن الراقي اللي هو يوصل بيه. بص حضرتك احنا دورنا مهم مش في الفن بس، احنا دورنا مهم في كل المجالات. دورنا مهم في الفن، دورنا مهم في الرياضه، دورنا مهم في الاقتصاد، دورنا مهم في تشغيل العماله، دورنا مهم في التصدير، دورنا مهم في كل حاجة. لازم اتكلمنا في الحلقات السابقة وقلنا لازم الثقة الناس والشعب المصري ترجع تاني في كل فئات المجتمع. النهاردة الثقة دي راحت نتيجة الثورات اللي حصلت، نتيجة التشويش اللي حصل، نتيجة هدم الرموز، نتيجة ان المثل الاعلى ما عادش موجود، نتيجة الكذب نتيجة حاجات كتيرة قوي. لازم احنا كمصريين لازم نعيد الثقة لنفسنا مرة تانية، ونثق في ناسنا، نثق في كوادرنا، نثق في نجومنا، نثق في الناس اللي هم بنوا مصر كلها، ونثق فيهم وندوهم الثقة والأمان، وربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم بقى. يعني احنا مش هنقول نثق فيهم ونسألهم، هم بقى احنا بنثق فيهم وندوهم الأمان، وربنا بقى اللي بيحاسب. ربنا اللي يحاسب ده ويحاسب ده ويحاسب ده. تمام. طيب صالون بحر الفن هو مشروع او مبادره تحت اشراف الفنان ايمان بحر درويش، بدات بالفعل اولى ندواتها بقاعه نجيب
هتبدا الخميس الجاي. اه بالظبط اتاجلت من الخميس للخميس اللي جاي. الخميس اللي جاي وبمؤسسه الاهرام بترعاها وهتتناول مستقبل الفن المصري. هنتكلم بكل تفاصيل الموضوع لكن بعد هذا الفاصل الاعلامي. من طلعه شمس الدنيا عارفين طريقنا، بنبدر احلامنا وبصبر نستنى، نشق في الخلا سكه خير وامل، ننحت في الوجود حاضر ومستقبل. سينا كولا بتاعه المصريين. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية وحديثنا هيتطرق لصالون بحر الفن. بحر الفن. الصالون ده طبعا البوستر بتاعه حلو قوي، الشكل بتاعه سيد درويش وعبد الوهاب والصنبات وام كلثوم وسيد مكاوي وعبد الحليم والابنودي وبليغ حمدي وصلاح جاهين وهذه القمم، بديع خيري، بيرم التونسي، شيخ امام، احمد فؤاد نجم، مجموعه طبعا احنا لو ذكرنا عندنا الموجي وكملت عندنا مجموعه كبيره جدا. لكن انا بتكلم في انك هدي لك مثلا موضوع الدعم المادي. احنا بنتكلم الاهرام كمؤسسه في الدوله برضو تحتاج الى هذا الدعم طبيعي. لكن شوفي لما يكون رئيس مجلس اداره استاذ احمد سيد نجار، اذا لم يكن هناك دعم من الرعاه لهذا الموضوع يدفع فلوس من جيبه بس يعمل هذا الشكل من الفن وهذا الشكل من الثقافه. ممكن يدفع فلوس من جيبه هذا الرجل. انا بذكر هذا الكلام للناس ما تعلمش ده، يعني هذا الرجل قال لو ما فيش حد كان موجود لدعم هذا الموضوع انا هدفع فلوس من جيب الشخص. هذا الكلام ما بيحصلش الا من بني ادم عارف كويس قوي قيمه هذا الفن، قيمه هذا العمل الذي ترعاه مؤسسه من اعرق مؤسسات في مصر وهي الاهرام. فبالتالي احنا بنتكلم وده دورها اللي تراجع، يعني خلينا برضه نتكلم والله هو كل شيء تراجع في مصر نتيجه الفترات اللي فاتت الثلاث سنوات دول، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا اكرم. ربنا اكرم بعد اذن حضرتك. احنا في اكتر من حلقه واكتر من مشوار طويل في برنامج هعمر بلدي قلنا ان شركه سيناكولا هي شركه مصريه بترعى كل المجالات. فاحنا كشركه لا نقل شأنا عن اي جهه موجوده في البلد لان دي حاجه مصريه استثمار مصري وبيرعى كل المجالات. ف برنامج او صالون الاستاذ ايمان البحر لو كان في حد اتصل على الشركه وقال انتوا شركه مصريه عايزينكم تيجوا ترعوا هذا المجال لان احنا بنقدم دعم. انا بس بتكلم واعتقد ده كان في الحلقات السابقه كلها، مش في مجال الفن فقط وليس في مجال التعليم وحصل لقاء مع وزير التعليم، في مجال الرياضه وحصل لقاء مع كوادر الرياضه اللي موجوده في مصر، وقلنا ان احنا شركه لازم كل الشركات المصريه ولازم كل رجال اعمال مصر لازم ينهجوا هذا النهج. لو ان احنا هنشتغل لمده الاربع سنين بتوع سياده الرئيس مجانا للبلد واجب علينا ان احنا نعمل هذا الكلام، لان احنا محتاجين لدعم فعلا، محتاجين لدعم مالي، محتاجين لاي حاجه تظهر للنور. ممكن في ناس مبدعين كتير جدا بس ما فيش قنوات بتنقل الفن بتاعهم، ما فيش مؤتمرات تنقل الفن بتاعهم، ما فيش لقاءات، محتاجين لمصاريف. الفن نفسه نوعيته ايه اللي تجعل مصر في المكانه التي كانت عليها من قبل؟ لا دي بتاعتكم بقى. لا بالظبط كده، دي دي مش بتاعتنا. محتاجين الدعم يروح للمكان الصح. الدعم المادي ليس لمجرد الفن فقط، لذلك الدوله كانت بترعى دايما الثقافه. فلما الدوله ترعى تدعم الثقافه، تدعم الثقافه ليه؟ عشان دي صورة مصر، دي صورة مصر. الدولة تدفع فلوس لتجعل صورة مصر هي الأعظم. ما هو حضرتك احنا بنقول ايه؟ بنقول ان كل مجال له رموزه وله كوادره وله نجومه. فاذا كل مجال بيقوده ده قائد السفينة اللي بيمشي. ولكن اللي بيأدي في السفينة هم الناس اللي هم مش باينين، اللي واجب عليهم ان هم لازم يقفوا وراكم ويدعموكم. بالظبط. مش خزينه الدوله النهارده في ظل الظروف اللي موجوده حاليا. ايمان بيتكلم على ان انتوا دوركم مهم جدا ولازم يعني تختاروا مظبوط. وانا ببلغ الاستاذ ايمان طبعا وببلغ كل حد بيشوف هذا البرنامج في كل مكان ان احنا كنموذج لشركه مصريه بتحمل اسم مصر في كل مكان، احنا ورا اي حد يرفع اسم مصر في كل المجالات. مش في مجال الفن فقط ولكن في مجال الفن ومجال الرياضه وكل المجالات. احنا لما اتعرض علينا احنا حاليا بنقوم بالكلام ده، مفيش داعي ان احنا نتكلم طبعا لان ده طبعا شيء مش كويس ان انا اقوله، ولكن احنا بالعكس يا حبيبي ده انا شايف ده نموذج، يعني انك لما يكون في حد بيرعى هذا الشكل لصالح هذا البلد
مش لصالح اشخاص، مش لصالح اشخاص خالص، ده لصالح هذا البلد. بس هذا فخر، عايز قدوه يعني، عايز بالظبط ده فخر انك تقوله. انا بتكلم وبقول ان احنا شركه سيناكولا دي شركه مصريه، النهارده منتجاتنا في كل دول العالم على فكره مكتوب عليها صنع في مصر. انا لما سافرت دوله ولقيت المنتج بتاعي صنع في مصر، انت مش متخيله والله العظيم، انت مش متخيل ان انا بكيت لما لقيت صنع في مصر موجوده في دول هي بتصدر منتجاتها لمصر. وفي شركات تانية بتطلع منتجات حاليا عدد بتكتب صنع في مصر ببنط العريض صنع في مصر. زي ما الأستاذ إيمان نفسه يشوف بلدنا حلوة ونفسه يشوف الرموز والكوادر ويلاقي مصر بصروتها الجميلة في العصر اللي اتبهدلت فيه بهذا الشكل، احنا قدرنا ان احنا نشوف صنع في مصر دي موجودة في كل مكان. مش متخيلة هذا الاسم واللفظ. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا بتمنى ان احنا نلاقي صنع في مصر دي في اي دوله في العالم اروح الاقي صنع في مصر. في دول ما كان يعني من 50 سنه ما كانتش دوله اساسا، كانت جزر، النهارده بقت دول. كل منتجاتها بقت موجوده في كل انحاء العالم، واحنا دوله اللي بقالنا الاف السنين اصبحت النهارده بنستورد كل حاجه، وده مؤشر خطر. فلازم احنا نقف. دي على فكره يعني مشكله كانت في كل المجالات، يعني مش بس احنا النهارده. انت عارف ان سيد درويش كان في عام في اغنيه اسمها يا ولد عمي يا ابوي، يا ولد عمي يا ابوي. دي انت عارفه دايما لما الحاله الاقتصاديه باشمهندس بتبقى تعبانه، بتلاقي الناس اللي جايه تاكل عيش تاخد بعضها وتهرب على طول. زي ايه مثلا؟ تلاقي عندك مخصوب كنداس صبغ مختاس مسخت بابوتس يا ناس، اللي جريجي اللي كان بيشتغل في بار وطلع بيمسح جزم، فكانت الحاله مش ولا بد. فقال لك اخي امان امان فين المصر بتاع زمان والمدام فاسولاكي. حلو. اللي جاي تجي ضربه، اللي جاي من نوبه تجي ضربه في عينه اللي جابنا من السودان ومصر. طب ما تسمعهولنا بقى. واحده واحده جاي لك. فبيقول تجي ضربه في عينه اللي جابنا من السودان وعلى مصر. المصر اكله بالهم وملوهيه تز في طعمه، واللحم هنا على بام والويكه دي ما فيش زيه. لان هو برده مش لاقي اكل عيش. المصري الطبيعي بتاعه البلد تعبانه فياخد بعضه ويسافر. فشوف النموذج اللي بيديه، فيقول له لا هات الباسبورت ويلا ابن اسماعيل للوقت يفوت. غربة ايه مصر ولبنى بعدها ما بيحللنا الجوت، عهد الله وعهد الانبياء ما نفوتهاش ولا بالنبوت، هي السمكة تفوت المية ده احنا من غير مصر نموت. ده من البلد لازم يعمل اللي هو بدل ما سافر لا بلدي محتاجة لي بلدي اولى بيا. فاصل اعلاني مشاهدينا ونرجع لكم مرة تانية. يصحى يا نايم وحيد الرزاق يا عم اجمل سحورنا اجمل ببرتقال سيناكولا، ست ام فتحي بتصحي فتحي لم الجيران سيناكولا، الليله ناديه خالت ام ناديه جايبه لنا ايه سيناكولا، قرب يا دولا صب لنا كولا تفاح كمان سيناكولا، سيناكولا جايه لما ديه تفرح العطشان حلو يا حلو حبايبنا هلو ومشرفين سيناكولا، يا قشطة تمس الفل دمس وخد ليمون سيناكولا، يا عم حنة خليك معانا ده كله مرزاق، القعدة حلوة واللمة أحلى في سحور كمان سيناكولا، قرب يا ولدي بلدك وبلدي بلد الأمان سيناكولا، والريق تبل والتسقي كله حتى الغريب سيناكولا، سيناكولا جاية لما دي تفرح العطشان سيناكولا تفرح العطشان. رمضان كريم. وطن بلا فن هو جسد بلا روح، فاحنا محتاجين برضو تغيير لمفاهيم كتيرة. يعني قعدنا فترة طويلة احنا بنسمع ان يعني احنا محتاجين دعم لجهات مختلفة، يعني ان عندك ثورة جياع، عندك عشوائيات، عندك حاجات كتير. ازاي رايح تدعم مثلا الثقافة ولا تدعم الفن، رغم ان دي واحدة من اساسيات النهضة. تأثير الفن على هؤلاء الناس البسطاء اسرع بكتير جدا انك انت تقعدي تقول لهم خطب وتكتب لهم مقالات. صح. مش من ليس تقليلا من الخطب والمقالات، ولكن الفن سريع التاثير مباشر. خاصه الغناء مباشر. التمثيلات طبعا مؤثره طبعا. بس التمثيلات بتحتاج مجهود وبتحتاج شيء ضخم جدا جدا. لكن الاغاني سهله وسريعه وترددها سهل. وذلك لما تقولي مصر يا ست البلاد تقولي بلادي بلادي لك حب وفؤاد، كل الناس بتغني بعد كام سنه، بعد اكتر من 100 سنه. فانت بتكلمي تاثير سريع جدا جدا
والتأثير مباشر. عندما يكون إيجابي فتأكدي أنك أنت هتجد صدى جوه الناس، يعني تخلي الناس إزاي تقدر تتحمل أي شيء ممكن ست رئيس تطلبه من الناس كلها، صيحنا في زنقة زي شد الحزام على وسطك دلوقتي ويبدأ بنفسه، ودي برضو مهمة جدا أنك أنت عندك واحد ما أقولكيش اعمل كذا عن كذا وهو يتصرف تصرفات تجد البذخ الشهيد، لا الراجل بدل نفسه هو اللي تبرع من مرتبه. فعندما يكون نموذج بهذا الشكل يبقى الناس كلها لازم تدعم، اذا كان رئيس الدوله بيعمل كده يبقى كل الناس لازم تحس. لذلك انت كنت تعمل له حاجه اسمها اقسم بذات الله ان يكون حارس لبابك، دي اغنيه ان يكون خدام ترابك. حاضر سمعنا بقى انت بتسمع معنا حاجه ايه ترى اقسم بذات الله، اقسم بذات الله، اقسم بذات الله، اقسم بذات الله ان اكون حارس لبابك، ان اكون خدام ترابك، ان اكون حارس لبابك، ان اكون خدام ترابك، اننا وجيشك وشعبك نرفع الحلم للسماء، اقسم بذات الله. جميل. الله تقول الله. بس لازم بس لازم يوعدوني يلي اهلك نور عيوني بالعمل راح يعشقوني زي عشقك للحياة، أقسم بذات الله هبقى ليك ساقية دايرة وارفع المية اللي غيرة واعزق الأرض اللي بايرة واسعد القلب اللي تاه، أقسم بذات الله. بقول لك وجعت قلبنا بصراحة، وجعت قلبنا بصراحة. احنا عايزين ندور على حاجة نفحرها في الأرض ولا حاجة. بقول لك انت لما يكون لا شوف شوف الفن أثر فينا وإحنا قاعدين يعني. أنا بس أنا بجاوب على السؤال إن لأي درجة الفن مؤثر في الناس، لأي درجة الغنى مؤثر في الناس. يعني شفت الأغنية البسيطة حاليا دلوقتي أثرت فينا وإحنا قاعدين في الاستوديو. سريع سريع التأثير جدا. فما بالك في الناس اللي هم بيشتغلوا حاليا أو بيشتغلوا بالنهار في المصانع وفي الأراضي ويسمعوا الأغنية ديت، شوفوا هم يتحولوا إلى بركان من العمل والنشاط والنمو وإلى آخره. احنا كنا في النهارده في حفل افطار في البابا نيوز كانوا بيكرموا امهات الشهداء. انا عامل حاجه يا رب لو كان المخرج موجود، عنده صرخه وحوشك فبيقول رجوله ولادك في وش اللي خان سفينه نجاتك لبر الامان، وصرخه وحوشك معاهم جيوشك تبيض وشوشك في ارض الميدان، قلوبهم سليمه ما تعرف هوان وفيهم عزيمه وفيهم ايمان، في عز الكوارث ولادك فوارس وربك ده حارس حدود المكان، بلاش موت شهيدك يخلي الجبان يهدد عيونك ودمعك يبان، ولادك في ظلك وعزك في ظلك محدش يذلك لاخر الزمان. هذا الكلام ده كلام للناس اللي بتموت في سبيل انها تدافع عن هذا البلد. بعد ما كان لو تشوف الصور اللي كانت موجوده قديما لما كانت الشرطه تستخدم لقمع الناس، هؤلاء الناس بدلوا هذه الصورة إلى 180 درجة لتجد الناس فخورة، الناس بتقف تسقف لكل اسم شهيد. حالة تغيير يعني وعي مجتمعي مختلف. فخر يا حبيبتي فخر لمصر إن يكون ولادها يستطيعوا تبديل هذه الصورة في خلال في أقل من سنة. طب إحنا عايزين بقى منك طلب بسيط. قول قول قول. عايزين أغنية للعمال في المصانع، للعمال في الأراضي والفلاحين. للناس اللي مطلوب منهم في المرحلة الحالية. ان اذا كان عندنا جيش وجنود على في الميدان الحدود فلازم يبقى عندنا جيش وجنود في المصانع والاراضي والحقول والكلام ده علشان نقوم البلد. هو ده مطلوب، ناس تحارب وتقف وتحارب الارهاب وتحارب الكلام ده، وفي نفس الوقت مطلوب ناس تشتغل وتنتج. لا هبقى ليك ساقيه دايره. هو ده ليك ساقيه دايره. بالظبط. ده مهم. ده بينتج كمان لما يكون الفنان اللي بيغني هذا الكلام فنان صادق مش فنان بيتوجه حسب ما توجهه. ده بيفرق مع الناس ان هو بيصدق او ما يصدقوش، فيبتدي ان تاثير الاغنيه يصل اللي انت عايزه بالظبط. والطبقه دي على فكره طبقه يعني جميله وحساسه جدا وقريبه جدا. الشيخ سيد كان تخصصه فنان الشعب. انا شايف كلمه فنان الشعب الناس بتتكلم على الفن الشعبي، انا اعتقد
فنان الشعب يعني بمختلف طوائف. بس مش هو نفس اللون اللي احنا شايفينه، مش هو ده فنان الشعب خالص. عشان كده بقول لحضرتك فنان الشعب انك انت تخاطبي جميع طبقات الشعب، هو ده الشعب. لكن مش فن بلدي. الفن الشعبي هو فن يخاطب جميع طبقات المجتمع من الدكتور في الجامعه وحتى اقل بني ادم. وذلك تلاقي ان شد الحزام على وسط غيره ما يفيدك، انت بتتكلمي كل واحد ياخدها بمعنى. المثقف ياخدها بمعنى وده ياخدها بمعنى. بتديهم فرصه يعني العمال عندك بتديهم فرصه. انا هقول بقى دلوقتي لا ده انا هقول بقى الاستاذ ايمان دلوقتي حاجه، انت سرعت في الموضوع. انا عندي بقى جيش من العماله بينتج منتج وطني بيحمل اسم مصر في كل مكان سواء في الداخل او في الخارج. عندي اكتر من 3600 عامل موجودين داخل الشركه المصريه وكلهم مصريين. اصبح عندنا منتج بيمثل مصر في كل انحاء العالم وفي شعب مصر. عايزك تقول لهم كلمه في رمضان لكل اللي موجودين في شركه سيناكولا. انا اقول لهم لرجاله سيناكولا في كل مكان تقول لهم الاستاذ ايمان يقول لهم كلمه. الناس دي في وقت الثوره في وقت الركود وفي وقت الاضرابات الناس دي اشتغلت ورفضت ان هي تطلع وقالت احنا هنشتغل ولا مظاهرات ولا كلام من ده، احنا عايزين ننتج ونشتغل. وده اللي وصل الانتاج ووصل المنتج هذا المكان لمكانته اللي موجوده فيه حاليا. انت تقول لهم ايه؟ انا اقول لهم انا اقول لك لا تدبيسة. يعني الناس بتحبك يعني رجوله ولادك. رجوله ولادك دي لا تحمل بس معنى للجيش او للشرطه. رجوله ولادك اللي هم العمال دول هذه رجولة. عندما يكون بلدك محتاجة لك دي رجولة ولادك في وش اللي خان الناس اللي خانت هذا البلد دي الرجولة بتاعته. أنا أفتكر حاجة سيد درويش كان عاملها على القولة للقناوي كان يقول خسارة جرشك وحياة ولادك على اللي ما هواش من طين بلادك. ده ابن بلدك ما يبلفكش ما تهدموش ولا يعدمكش دمك من دمه ما يفرقه شيء. شوف الله يعني شوف كلام وده خد بالك ده بياع قلل. الله ده بياع قلل بيقول كده بس المعنى واصل لايه؟ مش بزيادانا بجينا عره وكل حاجه من شغل بره ده الهم قوي. شوف بص بيتكلم في ايه قديم من قد ايه من كام سنه هو يطالب ان يكون كل شيء صنع في مصر. ده كان هيقول ايه بقى لو وصل لغايه دلوقتي؟ انا عايز بقى الاستاذ ايمان هو اللي يقول كلمه يقولها مش كلمه مسبقه اتقالت قبل كده يقولها من قلبه من واحد النهارده بيحمل رايه ويحمل فن وعايز يوصل البلد دي للعالم بالكامل ويقول لهم هي دي مصر. ربنا يوفقه في رئيسه الاتحاد الموسيقيين ويوصل الموسيقى والفن لكل انحاء العالم اللي هي تحمل اسم مصر. إن شاء الله. عايز يقول كلمه لرجاله شركتي في كل مكان. اقول لهم كل ما فعلتوه كل ما فعلتوه لهذا البلد سيكون رده أضعافا مضاعفة لكل راجل وقف هذا الموقف. وبقول لكم يا مصر هتعدي الرياح وهتنطفي نار الجراح. أتباع محمد والمسيح رهبان تطبطب على الجريح ووطننا مش هتهد ريح ولا يوم هيكسرنا الزمن. الغدر ما بيعرفش مين نصارى ولا مسلمين واللي استباحك مجرمين رح يدفعوا بكرة التمن. أجراس بتنده على الأدان لحد باع ولا حد خان رح تفضلي أمن وأمان وحتهدي يا نار الفتن. هذا الكلام لا يحدث إلا برجولتكم أنتوا رجولة رجالك وكل رجال مصر كل عمال مصر. يعني بص أنا هاخد من الطلب ده أنا إحساس تاني خالص. يعني أنا وصلني أنه قد إيه العمال دول هو يعني هو بيتعامل معاهم وأعتقد أنه رجال أعمال كتير بيفكروا أنه دول يعني إيديه اللي بيشتغل بيهم. فهو قد إيه عايز يعني يديهم يعني إحساس ويديهم دفع قوي. ده هم العمال حضرتك مش العمال اللي عندي بس وهما مش ايديننا وبس ده هما ايديننا ورجلنا وعيوننا وكل حاجه. من غيرهم مفيش حاجه. من غيرهم مفيش حاجه. انت حضرتك النهارده في البيت انت لو مفيش عندك حد يصلح لك حنفيه ميه البيت يبوظ بالرغم ان انت بتصله ان ده سباك. لان الحياه من غيره ما تمشيش. اكياس الزباله اللي انت بترميها قدام البيت انت بص ان ده بتاع زباله بس من غيره الحياه ما تمشيش. يعني انا والله يا باشمهندس انا شايف الناس اللي وقفت هذا الموقف البطولي سواء في الشركه عند حضرتك او في جميع المصانع عندما يكونوا بهذا الشكل المشرف لمصر عندما لا يكون لهم مطالب فوقيه يجب ان يتم تعويضهم بشكل اضعاف مضاعفه عندما
الامور بتتحسن. انا شايف دول الناس دي بقى ليها قدر مختلف. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بالظبط. انا وقتي خلاص قرب ينتهي. وكنت عايزه بس اسال سؤال للاسف بس الوقت خلاص. الناس قاعده قدام التلفزيون دلوقتي مش عايزه البرنامج يخلص. الندوات انا عايزه كمان اتكلم بس على الندوات. انت الندوه الاولانيه هتبقى خمسة جاي. الندوه دي تراها مؤسسه الارهام بس انا شايف ان احنا انا كان في مخيلتي ان انا اعمل ده في كل محافظات مصر. الناس تعرف يعني ايه فن جعل مصر هي الرائده فيما على مستوى العالم العربي كله. ما هو هذا الفن؟ وكيف تعود مصر مره اخرى؟ فكيف تكرم الدوله اولادها اللي هم بيقدموا هذه الاشكال التي ترفع اسم مصر عاليا وليست الاشكال التي هي فيها شكل من التجاريه اكتر. فيها ابتذال شويه. فاعتقد ان احنا ان شاء الله يمكن هتبقى في اسكندريه وهتبقى في الاقصر وهتبقى في اسوان وهتبقى في كل محافظات مصر. احنا معاك في ان شاء الله. ان شاء الله. طب مهندس مصطفى عايز تسمع منه حاجه تاني قبل ما نختم؟ انا عايز اسمع منه حاجات كتيره. هو كلامه مؤثر. كلامه مش مجرد كلام يتسمع. مش مجرد اغنيه انت بتسمعيها. ده كلام بيهز الوجدان. كلام بيحرك المشاعر. وهو ده اللي الاستاذ امام بيتكلم عنه. ان الفن اقوى رساله توصل بيها لكل طبقات المجتمع. عايز اوضح حاجه بس. ان كان زمان ان الناس الغلابه البسطاء لما احنا بنتكلم على الغلابه والبسطاء ما كانش يمتلكوا في الدنيا غير اغنيه بيسمعوها بالليل وهم قاعدين. كانت بالنسبه لهم كانت بتبقى اجمل حاجه في الدنيا. يعني انت ما اسعدتهمش بالنهار والناس بتجري وبتتعب وبتشقى وبييجوا اخر النهار يسمعوا اغنيه حلوه بتحرك كل المشاعر اللي جواه. هو ده اللي الاستاذ ايمان بيتكلم فيه. احنا محتاجين الحته دي في المجتمع بتاعنا. الناس اللي كانت بتحارب على الجبهه في 67 و73 لما طلع عبد الحليم حافظ غنى اغنيه خلى الجنود عبرت القناه وهي مش داريه. خلق روح قتاليه موجوده عندهم من مجرد اغنيه وفن ورساله. النهارده انا لما بتكلم على العمال في المصانع والعماله في كل مكان لو اتعمل لهم اغنيه في المرحله الحاليه اللي احنا بنعيشها دلوقتي انت بتحركي دم راكد بتحركي وجدان. العامل اللي بيشتغل 8 ساعات هيشتغل 12 ساعه. الانتاج اللي بيعطيه في 8 ساعات هيعطيه قوه مضاعفه. هيحس ان بلده حاجه حلوه قوي لازم نحافظ عليها. انت بتوصلي مشاعر جميله ما بتتشراش بفلوس. بالظبط. وزي ما بنقول الغنى مباشر. لا انا بتذكر حاجه اقول لك حاجه قالها استاذ نور الشريف. استاذ نور الشريف يعني لم يتردد في وجوده في هذا الصالون. يعني رغم ان هو راجل مهتم بالثقافه قال كلمه عظيمه جدا سياده المشير قبل الرئاسه. بيقول له كان جمال عبد الناصر في زياره في المغرب او في تونس حاجه زي كده. فواحد من الشعب واقف فبقول له يا ريس سلمني على اسماعيل ياسين. بيقول لي رئيس الجمهوريه سلم لي على اسماعيل ياسين. شوفي تاثير الفن على هذا الشعب اللي هو بينه وبينك قد ايه. فبقول له سلم لي على اسماعيل. شوفي تاثير عشان نعرف قيمه الفن بتاعت هذا الرجل. اسعدت الناس في كل العالم العربي. بيقول له سلم لي. بيقول له رئيس الجمهوريه سلم لي على اسماعيل ياسين. فطبعا هي رساله بسيطه جدا لكنها تحمل معنى بمدى تاثير الفن. انا بشكركم جدا. شكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده. كل سنه وانتم طيبين واقابلكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. شكرا جزيلا للفنان ايمان بحر درويش نقيب الموسيقيين. هيكمل معانا الحلقه الجايه استاذ ايمان ولا مش هيكمل معانا؟ وطبعا اكيد نورنا طبعا اكيد. وشكرا جزيلا ايضا للمهندس مصطفى الامام رئيس مجلس اداره شركه سيناكولا. شكرا جزيلا. شكرا وكل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا يعني انا بشكركم وبشكر ضيوفي اللي منورنا النهارده وان شاء الله نكون معاكم باذن الله الاسبوع القادم. الى اللقاء. عمر بلدي برعايه سيناكولا بتاعه المصريين. اكوا سكاي السر.